الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. دريم ركن د إسلام نهغة زكاة وركولي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة؟ ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة وركول ذكر كلا. لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. زكاة زكاة بايد معين أو دخاس مال نواخس تلشي. إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية. يو خاص دلتا تغا بينزي قسمة دي أغيلا وركول نعم. كيجي. بمقدار معين. بخاص مقدار سرا. في زمن معين. بخاص وخكي. الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل. زكاة بدو قسمة دي فرض أو نفل. الفرض ينقسم إلى قسمين زكاة بدن هي زكاة الفطر في عيد الفطر بعد رمضان. زكاة بدو قسم زكاة فرض كذي يا غب بدو قسم هذا يود زكاة بدن ذي كذي غاية زكاة الفطر ولا شيء كذي اخترك خلك ورك. نعم وزكاة المال الأموال اللي تجب فيها الزكاة أربعة. أو دوام زكاة المال ذي كم مالونك كذي زكاة واجبية غب سلور قسم ذي. الذهب والفضة. سبين أو سرة. وما يقوم مقام الذهب والفضة ريال دولار. أو هرسة كذي ذي بزي باندوي لك دولار شو يا ريال شو يا روبي. نعم. الثاني الإبل والبقر والغنم. دوام كذا أخ غوا أو قدي بيزي. إذا كانت ترعى أكثر العام الهجري أو كل العام الهجري ولا يشتري لها علف. تكلا أغا ترول كيجي بعام هجري كالكي يا داغينا دير أو سوى لأخص الكيجي نخرجة في ني. والخارج من الأرض الحبوب والثمار. حبوب قمح شعير ثمار مثل التمر. أو هر هغا سجد أزبكي نراوزي لك غنم شو كجورة شو عم دغس وربشة شو الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة. فواكه ميوي فروت أو سبزي بديك زكاة نشتري. نعم الرابع عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لدي سوبر ماركت يبيع الأخشاب مواد غذائية الملابس هذه فيها الزكاة والله أعلم. سالور قسم كذا يا عروض التجارة دي شتة تجارة دبارة هر يوم شيء تيار شوي كأغا دكان دي أي سامان خرسي لرقي خرسي يا هر سجبكي باقي زكاة دي والله أعلم.